بنين اختلى نور ستارز. ها بنين حبابة كمان شاركت والله بالمسابقه عن جد. والله بنين انا بعزك يعني، بس بتعمل كثير شغلات روب يعني، برتعب انا ايام من شكلك الصراحه. هذا الفيديو اللي نزل على قناة بيسان اسماعيل قبل سنوات من الآن، واللي تم حذفه من بعد خلافها مع جواني، إلا أن الجمهور رجع لها الفيديو من بعد ما صرحت نور ستارز أنها زعلانة من جواني واتهمته بالتنمر على أختها بنين بآخر فيديو على قناتها واللي كان مع أحمد أبو الروب. أنا جواني يعني عندي مشكلة معه. أنا جواني مرة حكى عن أختي بنين، كيف تحكي عنها؟ مش مثلك، حكى عنها بطريقة تنمرية. فبعد ما شاركت نور ستارز هذا الفيديو، نشر جواني ستوري على انستغرام وصرح أنه ما بيتذكر الكلام اللي قاله عن أختها وطلب من المتابعين تذكيره. فالأمر ما توقف هون، فشارك جواني فيديو كامل بقناته على يوتيوب بعنوان مشكلة نور ستارز مع جواني، واللي صرح فيه أنه الفيديو كان قديم وأنه ما كان يقصد الإساءة أبدا وكان يقصد المحتوى لا الشكل، لما قال بتخوف. وانا حبيت اوضح لكم شغله، انه هذا الفيديو صار له سنتين، انا ما قصدي التنمر، مشان هيك اذا انا طالع من بنين بحب الله انا بعتذر منك وحقك على راسي، بس ما كان قصدي والله. هذا غير تواصله مع نور ستارز ومشاركته للمحادثه اللي دارت بيناتهم بالخاص. بصراحه ما نسيت، لانه هي اختي بتذكر كثير يعني، لانه كانت صغيره فتاثرت بالكلام يعني، كانت بعد ولد وهيك. وهيك انحلت المشكله وما اخذ جواني ولا نور ستارز الكلام على محمل الجد. ما رايكم بهذا الموضوع؟ اكتبوا لي رايكم بخانه التعليقات.